السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو تلخيص جغرافيا للصف الثالث متوسط حسب تقليص وزارة التربية للعام الدراسي 2021، الفصل الأول الظروف الطبيعية. طبعاً مو كل الفصل، لخصت الحصة صفحة 39، وإن شاء الله راح أكمل باقي التلخيص أو باقي الفصل في فيديو الأخ. فهذني موجودات كصور في قناتي، عدت لي رابط القناة بالوصف. فهذه أشرت الفصل الأول، يعني فقط هذني اللي أشرتهن أنتم تقروها. هذه أشرت تعاليل وفراغات وفروقات ونقاط كل شيء. هذه تعاريف،